وفرت مزرعة غليون السمكية بمحافظة كفر الشيخ آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة سواء الشباب أو الفتيات، الأمر الذي أسهم في إحداث تنمية حقيقية. وتعد مزرعة غليون أكبر مدينة سمكية متكاملة الخدمات في إفريقيا والشرق الأوسط، تستفيد من منتجاتها الأسواق بأسعار مخفضة لمختلف أنواع الأسماك. وكان للمزرعة دور في توفير فرص العمل للصيادين والعمال سواء من يمتلكون مراكب صيد أو صغار الصيادين. حول استفادة المحافظات من هذه المشروعات القومية ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور مصطفى مساء الخير، والواضح من العرض السابق أن القاهرة لم تعد تحتكر مشروعات التنمية كما كان في السابق، كيف ينعكس ذلك على تطور محافظات الجمهورية بشكل عام؟ مساء الخير لحضرتك طبعا ولكل المشاهدين، حضرتك سبقتيني بالحديث. طبعا الرؤية المستقبلية للدولة المصرية اللافت فيها من نظر اهتمام الدولة ليس بالمحافظة العاصمة أو بالمحافظات الأكثر كثافة سكانية فقط، بل امتد طبعا التنمية والعمران للعديد من المحافظات اللي احنا الآن بنشهد فيها وضع كثير من الاستثمارات اللي يعني ما بنسميها اللي تعدت التريليون. طبعا اللي احنا بنشوفه النهارده خلال الست سنوات اللي تولى فيهم فخامة الرئيس، كم من اولوياته التنميه والعمران والاستثمار، والاستثمار اللي هو طويل المدى. طبق باول مشروع عالمي اللي هو محور قناه السويس الجديده، تليه كمان عدد من الاستثمارات الكبيره زي انفاق تحيا مصر في بورسعيد والاسماعيليه. اللي يهم الناس كمان ان احنا ابتدينا نرى باعيننا مردود هذه الاستثمارات في الشارع، زي حضرتك ذكرت كده مزرعه غليون دي من اكبر المزارع السمكيه اللي هي ما كانتش اصلا في رؤيه مصر سابقا، او ان احنا يكون عندنا رؤيه ليكون عندنا مزارع سمكيه بالحجم الكبير اللي احنا بنتكلم فيه. النهارده بنشوف كمان ان بورسعيد بتفوز بان هي تكون المحافظه الوحيده او اللي هي المحافظه الاولى يعني بنسميها بالرقميه. وطبعا ده بيدل ان شعبنا واهلنا في بورسعيد قابلين للاستجابه السريعه زي ما بيقال كده لتحويلهم من التجاره الى الصناعه والاستثمار، وايضا كمان اضافه ليهم كمان الضخم العديد من المشروعات في المنطقه الصناعيه. نعم، الى اي مدى ساهمت هذه المشروعات من وجهه نظرك في تحسين الخدمات للناس وايضا توفير الاحتياجات المالية لمشروعات خدمية وربما برامج رعاية اجتماعية لمساندة الفئات الأكثر احتياجا؟ شوفي يا فندم، طبعا كلنا وجمهورنا الكريم يعلم جيدا ان كل المشروعات القومية دي لها مردود كبير جدا. اولا لما طبعا بتتحسن الخدمة الصحية داخل المحافظات بيكون لها مردود على صحة المواطن. الامر الثاني ان احنا بنتكلم ان النهارده في تراجع كبير جدا في مؤشرات البطالة في المحافظات بالاخص بورسعيد، وطبعا بورسعيد هي المحافظه الاقرب لاشهر حقل بترول دلوقتي تقريبا على مستوى العالم، حقل الزهر. فالنهارده بقت التركيز على ان يكون في استثمارات او جذب استثمارات من الخارج لدخولها لبعض من المحافظات اللي بتكون هي اسبق في عمليه التنميه والعمران اللي بتبنى عليها حركه التنفيذ يعني. الاسماعيليه النهارده نفس الحال، بنشوف النهارده بتستفيد استفاده كبيره جدا من حركه الاستثمار اللي بتخش عن طريق قناه السويس الجديده. والحقيقه بما انك اتيت على ذكر الاسماعيليه، يعني بالفعل شهدت عددا من المشروعات القوميه العملاقه ربما جعلتها جاهزه لان تصبح عاصمه مصر الاقتصاديه لوجود محور قناه السويس وايضا المشروعات المرتبطه. كيف ترى توجه مراكز الاقتصاد في مصر في السنوات المقبله؟ في وجهة نظري، وطبعا دي رؤية واضحة اعتقد القيادة السياسية والفخامة الرئيس، ان التوجه النهارده نحو المحافظات القناة ونحو سيناء بالاخص للتنمية والعمران لدفع اللي هو الزيادة السكانية نحو يكون في زي ما بنسميه مجتمعات عمرانية جديدة
في مدن القناة، وطبعا في سيناء بعد كمان ان يكون في تحسن في نقل المياه لسيناء عن طريق صحارة سرابيوم، او ان يكون في مد كمان للغاز والكهرباء والتوسع في الانشطه الاقتصاديه، اعتقد ده هتكون قبله الاستثمار في العالم. نعم. ليه؟ لان النهارده توفر الخدمات دي وتوفر البنيه اللي حضرتك بتتكلم عنها، كل المشروعات دي بتعتبر اللبنه الاولى في دفع الاستثمارات العالميه. يعني العالم النهارده هيجي بناء على هذه المشروعات القوميه. نعم. مفيش مستثمر في العالم اكيد حضرتك تعلمي هيجي يبني من الصفر، لا ده بيجي بيبني على ما هو واضح داخل معانا كمان في استثمارات. رؤيه الرئيس اعتقد ان يكون في استثمارات بالمليارات بناء على التوزيعات للمشروعات القوميه المتواجده. نعم. واعتقد توفر الطاقه والمياه والغاز. الدكتور مصطفى بدر استاذ التمويل والاستثمار، شكرا جزيلا على مشاركتك.